السلام عليكم، معكم محمود عبد الرحمن من جراج نو ليمت. هاي السنة إن شاء الله مشاركين في الوثبة كاستم شو، داخلين بثلاث سيارات. فئة الكلاسيك عندنا فورد رانشيرو موديل 76، هاي سوزوكي سويفت موديل 2007. اشتغلنا على البادي كامل، بادي كت كامل، كنسلنا البيبان اللي وراء، خليناها بابين كوب، والبيبان تفتح نفس النظام البي ام دبليو اي 8 بشكل الفراشة. عدلنا على الإضاءة، خليناها كلها LED، ولعبنا في الألوان، خليناها لونين مع داخلية عكس في الألوان. اشتغلنا على الداخلية، كنسلنا البيبان اللي وراء، خليناها بس كرسيين مع ساوند سيستم وشاشة، وإن شاء الله بيكون فيها بلاي ستيشن. مثل ما شايفين غيرنا المكينة، سوينا الأسواب لـ 2.4، المكينة مزودة إن شاء الله شغالين عليها. اشتغلت السيارة، برمجناها، وهاي خامس سنة لي في الوثبة كاستم شو. الحمد لله السنوات اللي فاتت كلها كنت من الأوائل، وإن شاء الله هاي السنة بعد ناخذ الأول.